طارق الأشياء. Oh my god. شو صار فيها يا جماعة؟ السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناة داداتيز. اليوم رجعنا لكم بمقطع هو مقطع انتقامي على الفيديو الاخير اللي يعني اللي ما شاف اخر فيديو حتكون كونيا تحت الديسكربشن بوكس، روح شوفوا بس ما تخلصوا الفيديو. هو ما له انتقامي على الاخر لانه الانتقام الحقيقي رح يجي ان شاء الله بعد كم فيديو، لانه في كثير ناس من الفولورز عنا بعثوا لي على الانستغرام كيف انتقم منك. ما بصير بعثوا لي انا كمان، ما بصير حط لكم اكونت بعثوا لي. لا ما بصير بعثوا لي، لا انت اللي عملتي فيني التحدي. لازم مستقبلا انا لازم يعني. اوكي بس اول انتقام لي فبعثوا لي على الانستغرام، بعثوا لي الشيء الاقوى مشان انا الاقوى، انا الاقوى بعثوا لي. طيب اوكي رح نترك لكم الانستغرام تبعنا، بعثوا لنا انتقامات. المهم الفيديو اليوم حنعمله قصته شوي مختلفه. من شو حنعمل اليوم؟ رح نعمل تحدي 3 دقائق تشتري اغراض للبيت بدون ما تمسك ايدك. بس هيك بايدي بمسكها من يمكن هون. تمك يمكن ما رح خليك تجيبي بيض، خليك تجيبي كياسة طحين، ما بصير تجيبي ازازة ما في كولا، كل شيء كل شيء بدك. لا فينك. طيب يلا على الفيديو. يلا صح بدنا نحكي لكم شيء، انه يوم الثلاثاء الجاي زعل كثير بس انه لازم نعمله اليوم. يوم الثلاثاء الجاي واللي بعده ما حنزل الفيديو. ليش رد؟ لانه عندنا فاينلز كثير وكثير مضغوطين بالدراسه، فرح يكون النشط كل سبت الساعه 3 بتوقيت الامارات، وبعد اسبوعين رح نرجع كل سبت وثلاث. هلا رح نبلش من 3 دقائق. يلا مستعده؟ ايه. قبل ما بلش التايمر رح اقول لك شو اول شيء لازم تجيبيه. اوكي. واللي هو عبوه مي كبيره من هون. هاي بنت ثقيله بدون ايدي، هي بايدي الاصليه ما بقدر احملها. يلا مستعده بلش 3 دقائق. يلا 1 استني استني يلا 1 2 3 بلشت. او ماي يلا يا ميمي يو كان دو ات، يو كان دو ات. اوبا يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. جيبي جيبي كيس سكر. يلا كيس سكر. يلا 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 كفو 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 كفو. اوكي اوكي هاد هاد كيس طحين بس كثير كبير. اوكي كيس طحين بسرعه. طارق الاشياء. يا شو كيس طحين يا هذا 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 هذا. جيبي بسرعة بسرعة بدنا نغير المحل. يلا 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 طحن 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 طحن. ايه عمي بسرعة جيبي هاد كل سنة بسرعة 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 بسرعة. يلا ماي ماي يلا وين؟ شو هلا جيبي؟ جيبي هاي جيبي هاي العلبة هاي بسرعة 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 بسرعة. شوفي يا خلك طحين يو يا لا لا يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اوكي سرعة. اوكي جيبي هاي القنينة رد ازاز. اوكي يلا كسري عادي. لا 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 تكسري عادي. سري 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 حقيسي ساعدك. لا لا ما بس تساعدي ما بس تساعدي. اوكي بس حوقف تحتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي شو سرعة جودي باقي معك دقيقة و 15 ثانية. اوكي يلا هون تعي تعي تانك تانك بسرعة بسرعة تانك ازاز تانك. يلا معك دقيقة واحدة ان شاء الله تبي لا توقعي شيء. دقيقة واحدة. اوكي شو عملتي؟ واحد تاني اكبر رن واحد تاني اكبر بسرعة. واحد جودي باقي 46 ثانية بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي اوكي تعي 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 بسرعة 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 بسرعة. بيض 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 معي 23 ثانية. بيض بيض يلا اي وحدة بدك اياها. بيض 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 بيض. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. كفو كفو كفو.
دودو. يلا بقيت 7 ثواني بسرعة، جيب أي شيء بدك إياه بآخر 7 ثواني. شوفوا قديش جابت أغراض لحد هلا. خلص الوقت، خلص التايمر. تاي 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 ورجينا ثيابك منيح. او ماي جاد، شوفوا شو صار فيها يا جماعة. يا شو رأيك بالتحدي؟ صراحة فيه شيء إيجابي. شو هو؟ حسيت بالناس ذوي الاحتياجات الخاصة. صح؟ شو حسيت؟ شو أصعب شيء؟ بسم بالله عضلت إيدي كتير 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 صعب. شو بتقولي للناس اللي مقطوعة إيدهم؟ يعني بتحسوا الأشياء اللي بيعملوها أشياء سخيفة عادية فيهم يعملوها بكل سهولة، بس هي أشياء صعبة كتير بالنسبة لهم. وصلنا إلى آخر هالفيديو، إن شاء الله عجبكم هذا، إن شاء الله عجبت. عجبني الصراحة، كان حلو، كانت تجربة حلوة. أنا كان بدي أسرق الكاميرا لدقيقة وأقعد بس أضحك عليكم. إذا بدكم يانا يعني نعمل كمان من هدول الفقرات، وين يقولوا لنا؟ على الإنستغرام، هون أكاونتنا بتاعتنا. روحنا على الإنستغرام، ننقلكم إنه بنحبكم كثير يا أحلى ناس، وسلام.